صباح الخير عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم خوتي خواتاتي في المكتب، تحياتي لكم. مبروك عواشركم، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه والرزق وطول العمر وراحه البال يا ربي، وراحتكم وراحه وليداتكم ان شاء الله. تحياتي لخوتي في المكتب داخل المغرب، خوتي المغاربه داخل المغرب خارج المغرب، ومن طنجة حتى الكويرة وجميع الدول العربية في المكتب. تحياتي لكم، ونتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، صحيحتكم ان شاء الله، وليداتكم رجالتكم، تتمنى من الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحيحتكم ان شاء الله يا ربي، وهاد النهار يدوز عليكم بالصحة والسلامة والرزق وطول العمر. والله يرحم خوتنا الضحايا في زلزال ديال الحوز، الله يرحمهم مساكن في هاد العواشر، ويوسع عليهم دقة القبور، الله يجعلهم في الجنة خالدين يا ربي، واللي باقي مساك المرض الله يشافيهم وكاع وسادهم يا ربي، والله يحفظكم يا أحلى خوت وأحلى متشبعين. نتمنى من الله نهير يدوس عندكم الصحة والسلامة والرزق وطول العمر يا ربي، ونهير جديد إن شاء الله، وصحيحة جديدة وحياة جديدة إن شاء الله يا ربي. المهم شاركت معكم الفطير ديالي البسيط، واحد الفطير بسيط بسيط بزاف بزاف بزاف. هادشي اللي كاين احبابي، الله يحفظكم ليا يا احلى خوت واخواتات كاملين، وتتمنى من الله كيما قلت لكم دائما يدوز عليكم النهار بالافراح والمسرات يا ربي الحبيب، وصحيحتكم ان شاء الله، وراح بالي احلى خوت اخواتي ان شاء الله يا ربي. ايوا هادشي اللي كاين، خصكم سعاد، حبيت نبارك لكم العواشر على الصباح، ونصبح عليكم ونسلم عليكم، وتوحشتكم انا والله الا توحشتكم، والله يحفظكم ليا يا احلى خوت واخواتي ان شاء الله يا ربي. ايوا هادشي اللي كاين احبابي، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم ان شاء الله، وفي نلقاكم هاد لا فيديو بالصحيح ان شاء الله، وطول العمر وراح البال يا ربي الحبيب. المهم فطير بسيط تسكيكه صافي، اختكم سعاد الله يلك عيانه، ما درت حتى شي حاجه اخرى، درت شويه الرز وشويه البطاط وبريردات ديال اتاي كيف ما العاده، صافي الله يجعل بركه، واللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. الواحد شي ديباني داكشي اللي قسم الله، الله يجعلها بركة يا ربي حبيب. وهادشي اللي كاين احبابي، الله يحفظكم ليا احلى متشبعين واحلى خوت، ونتمنى من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير، ومبروك عواشركم. تاني كنعاود نقول لكم مبروك عواشركم فين ما كنتو، فين ما كنتو خوتي فين ما كنتو، جميع الدول العربية تحياتي لكم كاملين، صحيحتكم ان شاء الله وطول العمر والرزق يا ربي، ونتمنى الشفاء لينا وليكم ولجميع جميع المسلمين المسلمات يا ربي. وتنقول لكم الفيديو ديالي هنا غيسالي، المهم حبيت نسلم عليكم ونصبح عليكم العيد، وتنقول لكم هنايا دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين غانمين، والسلام عليكم اخوتي، حتى الله فيديو الجاي ونهار جديد ان شاء الله، صحيحة جديدة، يلا السلام عليكم اخوتي، والسلام عليكم.